طلعها. معليش ملعب برشلونة يا معليش. ايش ده؟ فوق الملعب الله يبيه فرطت فيه. تعلم 9 بطولات الشامبيونز حقه راشد كوكوفيتش. راشد كوكوفيتش هذا جزء من اللعيبة. مالك هذا جزء من ديماريا ملعب ما اقدر اصور. Vete tirando. ¿Qué? Venga. نفسه على قناة تي في اي. شوف ده اطلق. بس شنو هذه تقعد فيه؟ نزلنا ونرقى الحين فوق. هذا غرفة اللاعبين. ترتيبات شوف عماله منتشرين الملعب كله. متجر ريال مدريد ريال مدريد ما شاء الله.